السلام عليكم، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد وحلقة جديدة من لعبة ماينكرافت، والحلقة رقم 3. وزي ما انتم شايفين ورايا كده، قدرنا ان احنا نلاقي القرية الجميلة دي في العالم بتاعنا. والحلقة بتاعت النهاردة هتكون على ان احنا ممكن نغير المكان بتاعنا اللي احنا كنا ساكنين فيه للمكان ده، وهوريكم ايه الاسباب دلوقتي او في الحلقة. فقبل ما نبدا فيديو النهارده، ما تنساش ان انت تنزل تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس لتوصلكم الفيديوهات الجديدة. لو كان الفيديو ده عجبك، ما تنساش اللايك، كومنت، شير كتير الفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. وخلينا نبدا في حلقة النهارده. ليتس جو. دلوقتي احنا المفروض عايزين نسكن هنا لسببين. السبب الاول وهو وجود ثواني، ده اغنام اهو، تمام. وهتلاقي خنازير لقدام كده شوية، لو اتحركنا لقدام شوية هتلاقي في خنازير. ايوه، تقريبا كانت في الاتجاه ده، اهي هناك اهي. طيب، وفي ابقار برضو، فكل حاجة متوفرة جنبنا. في حوالي 4 كهوف، تقريبا 4 كهوف ان لم اكن مخطئ. في كهف هناك اهو، تمام. واصلا في كهف كده تحتنا على طول، هتنزل من هنا كده اهو، تمام. والكهف ده ممتد معاك لهناك اهو، يعني كتير. وهناك تقريبا في كهف، فغالبا المكان حلو. تالت حاجة وبرضه مهمة جدا، المساحة الفاضية دي كلها، المساحة اللي هنا دي كلها نقدر ان احنا نعمل فيها بيت كبير او مزارع او مخازن لينا، حاجات كتير جدا نقدر نعملها. فعشان كده يعني شايف ان هنا المكان الامثل الصراحة ان احنا نسكن. كمان جنبنا مية، فما اعتقدش ان في حاجة ممكن تكون ناقصانا يعني. فعلشان كده يا شباب قررت ان انا خلاص هنقل هنا، بس محتاجين ان احنا نرتب المكان، محتاجين ان احنا نعمل مساحة مسطحة عدلة يعني. فالاماكن دي هنقفلها والاماكن دي هنشيلها، يعني نظبط الاماكن قدر المستطاع ونبدأ الشغل على طول دلوقتي، ونرجع لكم بعد ما نخلص. تقريبا خلاص كده يا جماعة، فاضل لنا حاجات بسيطة ونكون خلصنا. دي المساحة اللي احنا هنعمل عليها البيت بتاعنا، البيت نفسه، تمام. ممكن نعمل جنب منه كده مستودع صغير نشيل فيه الماتيريال بتاعتنا، تمام. انما تحت هنا في المساحة اللي فاضية دي هنعمل فيها مزارع حيوانية ومزارع نباتية، يعني نباتات نزرع ونعمل مزارع حيوانية نربي فيها الحاجات. يعني هنا ممكن نعمل اسطبل كبير نربي فيه خرفان وبقر وخنازير مع بعض، وهناك كده ممكن نعمل مزارع نباتية. يعني لسه بنفكر، بس حبيت اوريكم يعني ان احنا هننقل. وكمان الوقت اخد مني وقت كبير جدا المكان ده، لان كان في كهوف هنا قفلتها، وكان في اماكن شلتها، حاجات كتير جدا، فاخد مني وقت كبير جدا. فغالبا كده ان الحلقه دي هتتسجل على يوم واحد، فممكن تاخر شويه يعني. احنا حاليا بننام على سرير الكائن ده، بنقومه من النوم وننام احنا، عشان طبعا لسه ما نقلتش الحاجه بتاعتي ولسه ما عملتش البيت بتاعي مؤقتا، بس لحد ما نظبط امورنا، تمام. واعتقد انه خلاص كده تقريبا احنا ماشيين على طريق صحيح. على فكرة تعليقاتكم بتفيدني جدا. جالي كومنت عرفني الفرق بين البيليجر دول واللي كانوا بيهاجمونا، اسمهم بيليجر تقريبا، فمتشكر جدا ليكم، واتمنى بس ان انتوا تستمروا في الدعم على طول يعني. طيب، هنكمل شغلنا. هنكمل بس تظبيط، كان فاضل كام حاجة هنا ممكن نظبطهم. هنقفل الأجزاء دي، هنعمل مربع مساوي يعني، تمام. أعتقد إن احنا ممكن دي من هنا مش مهمة أوي لأنها قريبة على القرية، ولكن اللي هنا دي لازم نقفلها، الجزء ده كده كده اللي هناك، تمام. فهنعمل كل ده ونرجع له. طب يا جماعة، أعتقد إن احنا هنكتفي بالمساحة دي، يعني مش هنكتر عنها. هنا بالظبط في الجزء الاخير ده ممكن يكون من مزارع النباتات زي ما قلت لكم، بس ممكن توصل لحد هنا لاني هنوع، هعمل ممكن صنفين او ثلاثة مثلا اكل. وهنا الجزء ده كده تمام هيكون مزارع حيوانية. ممكن ناخدها من هنا لهنا، تمام. الجزء ده كده تكون مزارع حيوانية واللي وراها يكون نباتية، بس لسه مش متأكد، لكن ده العامل المبدئي. وهنا هيكون البيت ان شاء الله يعني. البيت طبعا هبنيه خلف الكواليس، او ممكن نبني جزء مع بعض وجزء خلف الكواليس، عشان هياخد مني وقت كبير جدا. ولكن ما اعتقدش ان انا هعمله حاجة ضخمة يعني، ممكن اعمل حاجة
وسط بين الاثنين، ولا صغير ولا كبير. كمان عايزين نبقى نصطاد الحيوانات دي ونجمعها في المزارع بتاعتنا، وكمان عايزين ننزل الكهوف في الحلقة دي ندور على ريد ستون عشان احنا محتاجينه، عشان احتمال ان احنا نعمل المزارع النباتية دي اوتوماتيك، ما نعملهاش احنا بايدينا، عشان نكسب وقت ومجهود اقل، وكمان عشان يعني نتطور في السلسلة دي اكتر واكتر. ان شاء الله نحاول ان احنا نعمل مزارع نباتية اوتوماتيك، وبعد كده ممكن نعمل مزارع حيوانية اوتوماتيك. فخلينا كده المرة دي هرجع البيت القديم بتاعي، اجمع الميتل اللي كان فيه او الايرون، وانزل الكهوف ادور على ريدستون وموارد نادرة كمان. فخليكم معايا. طيب يا جماعة، رحنا وجبنا الحاجة بتاعتنا وجهزنا كل حاجة، فاضل بس ان احنا ننطلق على اقرب كهف لينا ونحاول ان احنا ندور على ريدستون، ويا سلام لو دايموند واميرالد. يعني لسه كمان ما استكشفناش البيوت اللي هنا دي يا شباب، لسه ما استكشفناش ايه اللي جوه البيوت دي، هنستكشفه برضه، هنشوف ايه الحاجات هنا. في اللي هو وندر مان او حاجة زي كده، راجل اسود كده المفروض ان هو بيقتلني. كمان انتوا قلتولي ان في وحش اسمه ووردن تقريبا، انا خلي بالي منه، انا ما شفتوش لحد دلوقتي، بس ربنا يستر. الكلام مش مباشر خالص الصراحه. احب اشكر صاحبي احمد لان هو اللي بيقدم لي المعلومات دي كلها، يعني فيها انا عن نفسي صفر في اللعبه دي حتى الان، ولكن بنحاول ان احنا نتطور شويه بشويه. طيب ده اقرب كهف لينا، بنحاول ان احنا ننزل لو في ميه. مفيش ميه صح؟ لا احنا ممكن نجيب ميه، في ايرون هنا هنحتاجه، هنحتاجه ضروري جدا كمان. احنا ممكن ننزل لان هو التدريج لتحت، فخلينا ننزل كده ونشوف ايه النظام. طيب هنحاول نوصل للي هناك دول عن طريق الحركة المعتادة بتاعتنا. اوكي ممكن ننزل على دي، تمام. يلا في وحوش تحت كمان اهي، بسم الله ما شاء الله، حاجة زي الفل. وصلنا لأول جزء منهم، خلينا ناخدهم. تمام هما اتنين بس، كل ده اتنين بس، ماشي. عموما احنا مش عايزين ايرون اكتر من ان احنا عايزين موارد نادرة جدا. يعني الايرون ده ممكن نلاقيه وبنلاقيه ومعانا منه كتير. انا في ايرون اهو، فمش مشكلة. اوكي في هناك اهو حاجة نادرة معرفش اسمها ايه، طبعا لسه طبعا الموارد مش كلها عارف اسمائها. اللومبي ده هو ده ايه؟ لا ثواني، ده ستون صح؟ نقدر ندمره؟ طيب نقدر ندمر ده لان ده سبون صح؟ ما اعرفش نقدر ندمره ولا لا. طب ثواني خلينا نوصل لعنده اصلا. اوكي في ميه جنبنا، تمام. خلينا ننور بس المكان نشوف الدنيا فيها ايه. اوكي ميه هنا والرسبون فوق. اوكي كريبر يا ابن اللذينة. ديم 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 بس تعالى بقى، تعالى بقى، وجنت على نفسها مراكش. طب الكريبر دول مش هيوصلوا لي غالبا، مش هيوصلوا لي. طيب احنا عايزين نطلع بس للسطول اللي فوق ده نشوف فيه ايه، هنلاقي حاجة مثلا ولا لا؟ وصل لي ازاي اصلا؟ ورايا واحد صح؟ في صناديق هنا اهي، زي ما انا توقعت ان احنا ممكن نلاقي حاجات. جبنا ورايا وفجرني.
طيب عموما خلينا نشوف السبب ده في ايه. اوكي الكتاب ده تقريبا مهم جدا، خلينا ناخد البذور دي، ناخد الميتل، الفحم، طرشات كتير جدا، وخلينا ناخد حتى دول، لان دول عايز اعملهم بعد كده، دول اللي بيمشي عليهم العربية بتاعت اللي هي المناجم دي اللي بتبقى هنا في الاماكن اللي زي دي، بتبقى في عربيات كده عشان تنقل بيها الفحم والحاجات دي، هي دي بنحتاجها. بس عموما يعني هو ده مش في مستوى عالي شوية؟ اللي انا اعرف ان هو بيكون في مستوى واطي شوية، او ده على حسب ما انا فاهم يعني. بس لكن ده مرتفع يعني، احنا نازلين على الارض كام؟ لا احنا 30 لسه ما نزلناش تحت الارض حتى. اوكي ريد ستون داست ده اللي انا كنت عايزه من الريد ستون نفسه، كنت عايز احوله لده، ولكن احنا كده جبناه جاهز. الريل دي نحتاجها بدل ما نصنعها ناخدها معانا. هو غالبا كده ما فيش حاجة تانية يا شباب، يعني انا حاسس ان انا اخدت كل حاجة. اوكي محتاجين ان احنا نخرج من هنا، بس كده خرجنا عكس تقريبا، لان الماتيريال اللي انا كنت عايزها او اشوف اسمها هي دي هناك، اهي بعيدة شوية. هنا في ميتل او ايرون. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده إيه ده جديد، ده جديد، ده اول مرة اشوف، والله اول مرة اشوف. هو ده زومبي بس تحسه مطور، ليه بقى؟ ليه؟ ليه؟ انت مين؟ وهيلثك قد ايه؟ صحتك كام يا باشا؟ لا 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 بتهزر، كل ده؟ كل ده عشان اقتلك؟ برضه الاضواء مش احسن حاجة، محتاجين اضواء في كل مكان عشان نقدر نشوف حاجات بسيطة بس. طيب دخلنا جوه صح كده؟ آه. لا لسه لسه، اصل في سكيلتون هيضايقني. كده احنا متنا صح؟ طيب في اكل، انا اصلا عايز اكل. النيم تاج دي مهمة جدا على فكرة، لان اللي انا عرفت ان احنا بنحتاجها في المزارع الالية. طيب واحنا لقيناه. اوكي الدول طمنا تمام، اعتقد كده احنا المفروض نمشي لان ما بقاش معايا مكان، في زومبي كتير وشغلانة. اول مرة اشوف نوع الاكل ده، يعني هو ده المفروض ان هو نوع اكل بس ما شفتوش قبل كده. كده ده ماتيريال جديد اتضاف لينا تمام. دايموند 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 دايموند، بس خلينا نشوف ده في ايه. اوكي اكل ونمتك تانية، دي حاجة مهمة جدا. اوكي ده اللي هو بذور اليقطين تقريبا، مش مشكلة خلاص. ده كمان اللي احنا كنا عايزين ناخده وما كناش عارفين اسمه ايه. اوكي مش معانا مكان، حلو قوي. طيب اخدناه، فاضل الدايموند. الدايموند اهم حاجة. لينت لا احنا ممكن نرمي ده، اعتقد ان الدايموند انكسرها دي. اوكي دايموند دايموند، اتنين دايموند يا شباب، اتنين دايموند، ممكن يكون تلاتة كمان لسه نشوف. لا اتنين بس. آه مش بطالة مش بطالة، من مكان ما كنتش اتوقع ان انا ممكن اوصل له بسرعة كده. انا افتكرت ان انا لقيت دايموند تاني بسرعة كده وبسهولة كده، يعني حسيت ان الموضوع هيكون صعب شوية لكن طلع سهل ولذيذ. اوكي في واحدة تانية هنا. طب يا جماعة زي ما انتم شايفين كده ان احنا قدرنا نخرج من الكهف وخرجنا بكلام لا بأس به. اولا الماتيريال دي لبس تقريبا، لايبس تقريبا حاجة زي كده. الكتاب ده اللي انا عايز اعرف ده بيعمل ايه او بيطور لي حاجة زي، لان انا اعرف ان هو بيطور حاجة او بتاع. ريد ستون داست، وده ريد ستون داست برضو، ما احنا اوكي ده جزء وده جزء. استكبر استكبر. اوكي ماشي. النيم تاج دي كويس جدا هنحتاجها. الدايموند اهم حاجة، اهم حاجة الدايموند. طيب كمان الايرون انجل دي جبنا منها شوية تمام، ممكن نحطها هنا. اوكي ونبقى نطبخ التانيين. جبنا كمان دول
ممكن هنحتاجهم جامد جدا الفترة الجاية يعني. هنشوف هنحتاجهم ولا لا. والبذور دي كمان مهم، مهمة جدا. الجولد كمان، ايه تاني؟ بس كده اعتقد دول اللي احنا قدرنا ان احنا نكسبهم من مغامرتنا لتحت يعني. طبعا هننزل تاني بس في الجزء التاني من الحلقة، لان مغامرتنا هتتسجل على يومين، لان دلوقتي بقالي تقريبا 4 ساعات بسجل في اللي فات ده، لاني جمعنا عملنا المكان ده. وان شاء الله كمان في الجزء التاني هنحاول ان احنا ممكن نظبط بيت صغير لينا او حاجة مؤقتة، وبعد كده نبقى نظبط الكبير. ففاصل ونواصل. طيب يا جماعة، وصلنا لمرحلة متقدمة من عملية البناء. في حاجة غريبة حصلت وانا بعمل في عملية البناء. اولا خليني اوريكم، ده هيكون البيت، او هيكون دورين مش دور واحد يعني، ده سطح هنطلع فوق دلوقتي، لسه ده هقفله ازاز المفروض. ويعني انا في البنا مش حاجة حلوة قوي يعني، على قد شوية. طيب هنعمل هنا، وهنا هيكون في بلكونات، المفروض هيكون ده دور تاني، فانا في البناء مش قد كده يعني، فسامحوني لو في حاجة وحشة. طيب دلوقتي دي المفروض ان هي تكون مية تدي شكل جمالي يعني، بس لسه هنملى تاني لان دي مية قليلة. كمان دي مزارع الحيوانات اهي، خليني اوريكم لما ننزل تحت. بس الحاجة الغريبة اللي حصلت وانا بعمل في البيت بتاعي والمزرعة، قتلنا بليجر تمام، اداني اليافطة دي. لما حطيت اليافطة دي هنا عشان تدي شكل برضو ان احنا قتلنا بليجر وبتاع، لقيت ان جالي هجوم من بلجر كتير جدا، تقريبا كانوا 5 دفعات بيجوا دفعة وبيقتلهم الايرون جولم. الصراحة الايرون جولم انا ما قتلتش غير 3 منهم، لكن الايرون جولم هو اللي قام بالمهمة دي وادوني حاجات كتيرة منها. ثواني بس، عشان المفروض كنا نوريكم دي الاول. منها امرالد جات لنا منها، وجالنا ده توتم اوف انديانج تقريبا حاجة زي كده المهم يعني، وجالنا منها تقريبا حاجات تانية بس زي كده يعني، وجالنا منها السادلز دي تقريبا، دي نروض بيها الحصنة. وهنعمل كده بس مش في حلقة النهاردة يعني، قدام عايزين نروض حصنة. خليني اوريكم الحيوانات، عملنا 4 مزارع لكن الفراخ لسه ما جبناهمش، جبنا الخنازير اهو وكسرناهم كمان شوية، جبنا البقر اهو كسرناهم شوية، جبنا الخفان، الخفان اكتر حاجة تقريبا عندي فكسرناهم برضو، لسه غير عملية التكسر مرة تانية وثالثة ورابعة يعني، لحد ما نسهق، لحد ما نكون بس جيش حلو كده من اللحم، وبعد كده نبقى نعمل مزارع الاوتوماتيك. طيب ايه تاني كنت هوريه لكم؟ اوكي حد عنده اقتراحات في البيت ده يكتب لي، ممكن نعمل ايه، نضيف ايه؟ زي ما قلت لكم ده اللي في الوش ده هيكون ازاز، كل الفراغات دي هتكون ازاز عشان تدي شكل جمالي. هنا ممكن نبقى نعمل اي حاجة تانية زي مخزن صغير نحط فيه الايتم بتاعتنا او حاجة، او الافران، ونخلي البيت للنوم وبس يدي شكل اكتر جمالي، فاقترحوا علينا يعني. طيب وكمان الهجوم اللي جالي ده، هل بسبب العلامة اللي انا ماسكها في ايدي دي، ولا ده هبد مني وده من سبب حاجة تانية؟ فيا ريت تعرفوني ايه هي. طيب خلينا نكمل لان انا لسه مكملتش، وكمان عايزين نبقى نجيب الفراخ هنا عشان نجهز كل حاجة. وكمان موريتكوش انا المزرعة النباتية بتاعتي اللي انا هعملها اوتوماتيك ان شاء الله، طبعا سرقها من اليوتيوب يعني، مش من دماغي، لاني برضه قلت لكم ان انا صفر في اللعبة، ولكن بحاول يعني قدر المستطاع ان انا اكون حاجة يعني كويسة. طيب دي المزرعة بتاعتنا تمام، هي المفروض تكون بالشكل ده بس لسه ما اتعملتش، لسه ما كملتش يعني. هنا هنحط مية وتراب دور، والمفروض انه في الاخر هنا هنحط شيست وهوبر تقريبا، وبس كده اعتقد، وبس اعتقد هنكملها يعني، وبعد ما تكمل هنرجع لك. طب يا جماعة المفروض ان احنا خلصنا المزرعة بتاعتنا، ودلوقتي احنا جاهزين ان احنا نشتغل الارض كده ونزرعها كده، بقت اوتوماتيك يعني، احنا بس على قد ما هنزرع بس، ولكن المحصول هناخده مرة واحدة مش هنقصده واحدة واحدة يعني. خلينا نظبط الارض كده واحط لها اي حاجة زرع. اعتقد ان احنا هنحط 3 انواع او نوعين مثلا في المكان ده، بس عشان صوت المطر اخلص الرغبة. طيب يا جدعان المفروض ان احنا خلصنا وزرعنا كمان الحاجة، هي مش مترتبة حتى الان لان ما كانش معايا سيد كفاية تخليني اخليهم منسقين يعني، ولكن مبدئيا يعني المزرعة خلصت. اوكي نستنى بس ان المحصول يكبر وبعد كده نقدر ناخده، ده محصول مختلف حتى مش عارف ده ايه يعني، اسمه بتربيوت تقريبا او حاجة زي كده. المهم ان اللي فوق ده جزر واللي تحت ده قمح، اغلب الزراعات دي قمح، وطبعا هو شغال دلوقتي الله ينور يعني،
تقريبا نسبة النضج فيه كويسة حتى الآن يعني. فالمهم إن دي المزرعة الأوتوماتيك، كل اللي علينا إن إحنا بعد ما الزرع يطلع المفروض إن إحنا هندوس على الزرار اللي هنا ده، تمام، في زرار هنا هندوس عليه هينزل مية من فوق على كل ده وهيتجمع في الصندوق اللي هنا ده، ده المفروض يعني. هي هتاخد وقت على بال ما احنا نشوفها، فاعتقد ان احنا ممكن نشوفها مع بعض في الحلقة الجاية، لان الحلقة دي انا سجلتها على 3 ايام تقريبا، فكفاية كده عليها. اعتقد ان احنا ممكن نكتفي بالجزء ده من حلقة النهاردة، وبعد كده نبقى نشوف دي مع بعض في الحلقة الجاية، وكمان نشوف نهاية البيت. البيت فاضل له الازاز وفاضل له التظبيطات النهائية، وممكن اعمل زي مكان لان احنا نبدأ نصهر فيه المعادن ونصنع فيه حاجات كرافتنج وبتاع فجنبه، تمام. فممكن اعمل كل ده في الكواليس على اساس الحلقه الثالثه ان شاء الله، او اللي جايه يعني ان شاء الله هيكون فيها مغامرات في الكهوف وبس. هنشوف الوحوش وهنشوف وهنحسن الدروع بتاعتنا، عايزين نعمل دي من الدايموند ان شاء الله، لان انا اوريدي لقيت دايموند الحلقه دي، وكمان جالنا ايمرالد، فمش عارف الايمرالد والدايموند ممكن نعمل منه حاجات ولا الدايموند بس. هنكتشف كل ده مع بعض في الحلقه الجايه. فاتمنى الحلقه تكون عجبتكم، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى كمان لو سبسكرايب بس مش مشترك في قناه تشترك في قناه فعل زر الجرس كل الفيديوهات الجديده. اشوفكم في الحلقه الجايه، سلام.